الاخبار؟ بفطر كده الحمد لله، ده فضل ونعمه طبعا من الله ومن عند ربنا. وقام تاني مجهود المهندس الرائع ايهاب شعبان اللي ما قصرش معانا في ولا حاجه، سواء في الماده العلميه او في الشرح من ساعه ما بدانا الكورس معاه، اللي هو اصلا مش ده اللي هو بيشتغل عليه. هو بيشتغل في حته تانية خالص، هو بيلعب على بيهيئك منتلي، بتخش الامتحان انت عارف ان انت ناجح. معرفش بيعمل ايه الصراحه، مجهود بيبذله في ان هو بيفولو اب معاك، بيأناليسز الريزلت بتاعتك وبينصحك. سبحان الله، هو يعني فاهم هو بيعمل ايه كويس، ومجهود رائع الصراحه بذله معايا شخصيا مع الناس كلها. ربنا يا رب يكرمك ويجازيك خير على اللي انت عملته ويجعله في ميزان حسناتك.